المجتمع لمؤسس ملتقى المبدعين الشاعر الكبير الاستاذ رزق محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. تحياتي لكل الساده الحضور. عاشق بحب الوطن وترابها من طين، زاد الألم في الكبد وتعبني في سنيني، وقفت له بابتسم عشان يواسيني، ولبست ثوب الفرح يمكن يناديني، عدى عليا الجرح وزوه الدموع عيني. قصيدة الطوفان يا خلقي يا هو يا خلق، انا عقلي مني طار في زمن البيضة فيه بدولار، وانا عندي خمس اولاد وناس عايشة على الكافيار. يا خلقي يا هو اغيثوني، انا انسان وبتعذب وعايش فيها كاني حمار. جنون اسعار شجع تجار اشعة تجار وناس بتقول عليها عمار، سنين عمري ضاعت ليها وقانون يحكم بضرب النار، عشان طول عمري بخدمها وبجنيها ودمي سال كمان فيها، رموني القط وقالوا فار. يا عم افار يا عم افار، ومش طالب اعيش في قصور، ولا عايز اسيبها وهج واعدي بحور، انا عايز لما اموت اسيبني ولادي بصيص بالنور، احس بانهم فعلا في دنيا بتحكم برايه العدل وبتحاسب اللي يشهد زور. مدى الخنطور وانا المركب وانا اللي بموت في شوارعها بقالي شهور. شكرا.